كان عندي مشاكل بالتنفس عشان اوريدي كان عندي من زمان انحراف وجيوب. اوكي رجعت الطبيب اول مره، حكالي انه قصتك بسيطه، بنعمل بنقص الغضاريف من هون وبنعمل هيك وبنعمل هيك، وقصتك بسيطه وما تحكي لي هم، وما بدها كل ال يعني ما بدها ال ما بدها بلشه او ما بدها عمليه كبيره. و يعني اجى يوم العمليه، طبعا ما في تنسيق بالمواعيد ابدا، ما في مثلا انت عمليتك او انت البروسيجر تبعك اللي بدها تصير بالساعه كذا، لا ما في، تروح عنده زي العيادات هدول اللي بتقعد تستنى دورك. دخلت على الغرفه اللي هي كانت بالعياده، اللي هي عاملها قسم هيك لغرفه العمليات مع انه بعياده. طبعا هاي التفاصيل ما كان حاكي لي اياها ابدا، ما كان حاكي لي انه هاي البروسيجر حتكون بالغرفه هاي، او انه يعني ما كان شارح لي كثير، ما كان فهمني شو الصوره كامله اللي حتصير. دخلت على الغرفة لبسوني الروب، وبعدين قاسلي ضغطي وأعطاني المخدر وعمل لي فتحة من عند فتحات الأنف، هذا اللي بتذكره يعني، وعمل لي العملية. طبعا في أشياء أنا أوكي كان كنت مبنجة، بس في أشياء كنت أحس فيها، وهذا كان صراحة يعني عمل لي صدمة نفسية كبيرة. بعد العملية حسيته عم بجرب، قال لي بدي اعمل لك قطبتين وبدي اعمل لك مش عارفة شو، يعني بلشت احسه عم بجرب. وقتها انا يعني استنيت عبين ما فكيت القطب، وبعدين ما رجعت رحت له مرة تانية لاني حسيته بلش يجرب، يعني خلينا نعمل هيك. واخر اشي قال لي انه انا نتيجة العملية مش عاجبتني بدي اعيدها. بعد التجربة الاولى ما يعني ما كنت قادرة اعيدها مرة تانية، وما كنت حاسة انه انا بأمان حتى أعيدها. يعني لما توسع علم التجميل بطلنا نقدر نحصر إحنا الناس المخولين لإجراء الإجراءات الجراحية. الآن مثلاً هسه مثلاً طبيب عام بحكي لك أنا مصرح لي بالقانون إني أنا مثلاً أشتغل اللي بدي إياه، أوكي، لكن إحنا الأطر العامة، وهذا برجع للجهات الرقابية، إنه هم إحنا ننتظر منهم إنهم يحطوا أوكي سكيدجول معين، إنه هذول الناس مسموح لهم يسوي 1 2 3، أنت مسموح لك تسوي 1 2، فلان مسموح له يسوي 1. إحنا مش قادرين نحصرها، لكن إحنا بنيجي للأوتكم، النتائج اللي بتكون عليها. الشخص طبيب أنف أذن حنجرة، طبيب جراحة التجميل، هو مخول لهذا الموضوع، والرجل أخذ براكتس فيه، لكن أنت أنا كطبيب جلدية ما بعرف أشتغل نوز جوب، العملية الأنف أقدر أشتغلها، شفط الدهون مش من شغلي، شفط الدهون بتتساوى بمستشفى اذا بغرفه عمليات، غرفه عمليات اذا بدك مخدر، اذا بدك جراح تجميل اللي يشتغلها.